افتح عينك. عندي اكس. انت عارف دول ايه؟ ريحة ما نعمل كده. ريحته رهيبة صح؟ ده بيض بقاله 100 سنة. Preserved eggs. بيض بط preserved. مش هتدوق؟ طبعا مش هتدوق. ها؟ ما انا مش هرضع مش هنحل عمليات بكره الصبح. لا احنا لازم الساعه 6 الصبح. ماشي ماشي. لازم تبقي صايمه قبلها بست ساعات. ما تخدش متابعيني عليا، انا هحكي لهم بطريقتي. هاي حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. كل مره انا بقول لكم ان انا متحمسه على الفيديو ده جدا جدا، بس النهارده انا بجد مش متحمسه على الفيديو ده خالص. النهارده انا ما كنتش ناويه ان انا اصور اي فيديو بصراحه، بس جالي الاوردر ده اللي انا نسيت اصلا ان انا طلبته، يعني يمكن طلبته بقالي 3 اسابيع مثلا، وهو الكايندلي ايجز البريزيرفد دوك ايجز اللي هو بيض البط المحفوظ. من التيك توك واللي بيعملوا فيها التيك توك. من فتره كنت على تيك توك قاعده كده بتفرج على الفيديوهات اللي بتطلع لي، وفجاه لقيت بنت بتعمل تجربه لحاجه اسمها ال 1000 year eggs او century eggs حاجه كده، وهي عباره عن بيضه بط محفوظه في الملح بتتعمل في تايوان، وهي بما ان هي اصولها كانت تايوانيه او كانت اسيويه، فباباها ومامتها كانوا بيحبوا ياكلوا النوعيه دي من البريزرفد ايجز جدا، وهي قررت بعد ما كانت قرفانه منها جدا طول عمرها ان هي تجربها على تيك توك فيديو، وقالت ان طعمها حلو في الفيديو. بعدها لما عملت سيرش على جوجل لقيت ان في ناس كتير جدا جربت برضو البيض ده وقالت ان طعمه كويس، بس انا مش فاكره اذا حد فيهم قال ان ريحته مش حلوه، لان يو جايز ريحه البيض ده، يعني انا اسفه جدا بس عارفين ريحه المجاري لما تضرب في مكان معين؟ هي دي. المهم قبل ما نبتدي الفيديو الغريب ده اللي هو اغرب فيديو تقريبا انا عملته على القناه بتاعتي كلها، خلونا اول حاجه نبتدي بان احنا نرد على تعليقين من التعليقات اللي جت على الفيديو اللي فات. اول تعليق جه على الفيديو اللي فات من هاجر جمال بتقول الحمد لله على سلامتك يا بسبوسه، والتعليق التاني من نجوى بتقول الف سلامه عليك يا بسوم. شكرا هاجر ونجوى على الكومنت اللطيف بتاعكم، وشكرا لكل الناس اللي اطمنت عليا الفيديو اللي فات اللي كنت بشرح لكم فيه انا ليه عملت عمليه جراحيه عاجله. كالعادة يا حلوين لو عايزين ان انا ارد على التعليقات بتاعتكم الفيديو اللي جاي ما تنسوش تكتبوها تحت الفيديو هنا، علشان هختار منهم 2 أو 3 الفيديو اللي جاي نرد عليهم. انا اسمي بسمة داش، وخلونا على طول نبتدي الفيديو ده، تجربة السنشري ايجز او بيضة الالف عام. طبعا النوع ده من البيض مش بيعيش 1000 سنة او 100 سنة زي ما اسمه بيقول، هو بيتحفز من 20 يوم ل40 يوم في طين مخصوص بيتعمل له علشان يتحفز جواه ويعزله تماما عن الهواء. الطين ده عادة بيبقى معمول من الرماد بتاع القش المحروق زائد الملح زائد مادة قلوية، طبعا مش بيتعرض لأي نوع من أنواع الطبخ أو الحرارة، ولما بيطلع ريحته بتكون قوية جدا، علشان كده في ناس كتير لما بتيجي تاكله بتحطه مع بصل وتوم وحاجات ريحتها قوية علشان تغطي شوية على ريحته. أنا بصراحة واجهت صعوبة كبيرة جدا في إني ألاقيه هنا في الإمارات، وطلبته كذا مرة والأوردر بتاعي اتكنسل، لحد ما أخيرا لقيت مكان بيبيعه كان السعر النهائي تقريبا 270 درهم. مبدئيا أنا طلبت 2 لأن تقريبا ما كانش ينفع إن أنا أطلب أقل من كده، مكتوب عليها إن هي لاد فري، والانجريدينتس او المكونات هي الدك ايجز وسولت وحاجه ثالثه مش عارفه ايه هي LYE، ومكتوب عليها warning cancer and reproductive harm. اوكي انا يعني صراحه مش عارفه الحقيقه، حاسه اني دخت من الريحه. او ماي جاد يو جايز نو، الريحه صعبه جدا، في واحده منهم مكسوره وطالع منها سائل اسود، المهم الباقيين مقفولين كده، دي اتهشمت شكلها في الطريق. انا بس خايفه من حاجه واحده بس، وهي ان هي تكون باظت اثناء ما هي جايه في الطريق، لان انا طالباها بقالي فتره طويله فمش عارفه هي المفروض تتخزن في درجه حراره عامله ازاي. Cases are made and packed in Taiwan. Expiration date on the cover. فين الاكسبيريشن دي؟ مش مكتوب عليها ان هي المفروض تتساب في درجه حراره معينه مثلا. المهم اللي عملوها اكيد عاملينها علشان تتاكل، فخلونا نفتحها مع بعض ونشوف. بيضه عاديه لونها جاي على جراي كده، بس طبعا ان هي محفوظه في ملح بقالها فتره طويله فالقشره بتاعتها تحسوا ان هي لونها متغير وتحسوا ان هي اخف. اي ثينك كانت بتتقشر بسهوله اكتر. شكلها غريب قوي يا جماعه من جوه، بصوا لونها اسود. او ماي جاد، او ماي جاد، اول ما بتقشرها
تقشروها بتلاقوا الفيلم الشفاف ده او اللي لونه زي بيج كده حواليها، تقدروا ان انتوا تقشروه بسهوله. والملمس بتاعها جيلاتيني كده، تحسوا ان هي طريه وباونسي كده، عامله زي الجاميز. انا شايفه جواها زي علامات الجليد كده، كانها مجمده. مش عارفه اشرحها، هي شكلها غريب بس شكلها بالظبط زي ما شفتها اونلاين الناس اللي جربوها، كان شكلها كده في ايديهم. خلونا دلوقتي نشوف بقى لحظه الحقيقه لما نفتحها هنلاقي جواها ايه، ودي اكتر حاجه انا خايفه منها، بس يلا بينا. اوكي بسم الله، طريه جدا زي الجلي. اوكي دلوقتي بقى ريحتها كانها بيض عادي، كانها بيض مسلوق. الصفار اللي جوه تحس ان هو كريمي كده شويه، يعني لما قطعتها مسك في السكينه، والبياض بتاع البيض متحول كانه جيلاتين، كانه جيلي يعني ماسك نفسه كده شويه. والبيضه زي ما بقول لكم اتس ريلي باونسي، الملمس بتاعها حلو قوي. اوكي انا بحاول ان انا اشغل نفسي باي حاجه باي كلام علشان ما يجيش الوقت اللي انا المفروض اجربها فيه، بس يعني اي ثينك انه قد حانت لحظه الحقيقه خلاص. فالمفروض دلوقتي ان انا اجربها، وبصراحه انا مش قادره اجربها، يعني خايفه جدا 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 جدا، جسمي كله مقشعر، بس عندي فضول اجربها لان كتير جدا من الناس اللي جربتها قالت ان هي طعمها حلو. مستعدين يا جماعه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. مالحه قوي. اوكي عايزين الصراحه ولا عايزين الكذب؟ سو مبدئيا انا غسلت اسناني، انا ما بلعتش منها اي حاجه، مضمضت بقي كويس جدا وغسلت اسناني كويس جدا جدا جدا، وغسلت بماوث واش وكل حاجه، بقي نظيف. انا ما بلعتهاش لسببين بصراحه. اول سبب ان انا عندي فعلا عمليه بكره، مش عايز اجازف ابدا ويحصل لي اي بعيد الشر تسمم او حاجه زي كده، لان عايز اعملها واخلص. وتاني سبب هو ان ريحه البيضه دي شنيعه يا جماعه، يعني ريحتها وحشه جدا، فانا مش عايزه ريحه جسمي تبقى الريحه دي، فاهمين قصدي؟ ولكن البلوت تويست بقى فين؟ في ان طعم الشيء ده فعلا مش وحش. الفيلينج اللي جوه ده فعلا تحسه كانه طعم صفار مضروب مثلا مع جبنه بيضة كده مالحه. انا مش عايزه اقول حلو لان في ناس كتير هتستغرب، بس اكشلي طعمها حلو يا جماعه. يعني عارفين بس لو كانوا قدروا ان هم يخفوا الريحه الشنيعه بتاعتها دي كنت هاكل منها، وهاكل منها كذا واحده. والبياض الاسود اللي حواليها ده المفروض ان هو كان بياض قبل كده في سالف العصر والاوام، مالح جدا طبعا لانه متخزن في ملح بقاله فتره طويله قوي، فمدي الصفار ده الكريمي طعم حلو قوي. اوكي انا عارفه الموضوع غريب لان شكلها لا يوحي ابدا بان طعمها ممكن يبقى حلو، بس سربرايزنجلي طعمها مش وحش خالص. الحاجه كمان اللي خوفتني جدا من اني ابلعها ان مكتوب عليها هنا warning cancer and reproductive harm، يعني انا مش عارفه هم ليه حاطين ليبل زي كده، يمكن ان هي بتتعمل بطريقه تقليديه في البيوت فهم ما يقدروش مثلا يتابعوا البيوت دي بتعملها بطريقه صحيه او لا، مش عارفه بصراحه. طبعا ما انصحكوش ابدا تشتروا اي حاجه زي كده، انا بجربها معاكم هنا في الفيديو ده just for fun. انا ما بلعتهاش تاني بقول لكم، بس كان عندي فضول جدا اجرب طعمها، وفي نفس الوقت هي كده كده معموله للاكل فاكيد هي حاجه مش قاتله او مميته يعني. بس عموما الاكلات الشعبيه اللي من النوع ده زي مثلا البيض المحفوظ ده او الفسيخ مثلا بتاعنا المصري، انا بحس الاكلات اللي من النوع ده بتبقى مناسبه ان اهل البلد اللي بيعملوها هم اللي ياكلوها، لان بحس اجسامهم بتبقى متوافقه معاها، بيبقى عندهم نوع من المناعه للحاجات اللي زي كده. بس ان حد تاني من بلد تانيه ياكلها متعود على اكل تاني وجسمه مختلف بمناعه مختلفه، اعتقد انه ممكن ساعتها يحصل له مشكله. دي دماغي بصراحه، انا ما بحبش ابدا اكل الحاجات الشعبيه قوي اللي هي مش تقليديه زي الحاجات دي. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه في كل هذه البيضات، بس لو في اي حد هنا بيحب البيض المحفوظ ده يقول لي بدل ما ارميه ياخده هو ياكله احسن. مش عارفه اجيب حد منين تايواني ممكن يبقى بيحب الحاجات دي. بس anyways دي حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وسلاكم كالعاده. لو عجبكم وسلاكم ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب، تابعوني على الانستجرام. وبس كده ده كان الفيديو الغريب العجيب بتاع النهارده، وما تنسوش تكتبوا لي التعليقات اللي هنرد عليها الفيديو اللي جاي. لو عندكم اي اقتراحات لاي برودكتس غريبه ممكن اجربها برودكت زي ده يا ريت تكتبوها لي تحت علشان اشتريها واجربها معاكم هنا. بحبكم قد العالم كله حلوين، واتمنى اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. باي. لا 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 لا.
طعمها ايه؟ عايزه الحقيقه؟ والله العظيم طعمها حلو. والله والله طعمها حلو. مش عارف والله منظرها يعني. طب بص بص شكلها حلو ازاي؟ على فكره على فكره حاسه انت بتشغليني عشان تعملي لقطه. اقسم بالله طعمها كان. لا لا مش قادر ادوق مش قادر خلاص من ساعه ما شميت ريحتها. انت عارفه لو كنت شميت ريحتها مش هاكل. هنسي يلا دوق. انسي مش هدوق. انسي 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 انسي. دوق. لا 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 ولا تدوقي.